الدرجات اللي هم حطوا لنا دول ندخل المدرسه بيهم، لان العشر درجات دول ما ينفعش يتحطوا لنا خالص. احنا ثانويه عامه وعندنا دروس مفروض نحضرها، ما ينفعش نروح المدرسه والدروس ونرجع نذاكر وبعد كده ننام بدري عشان نصحى تاني يوم نروح المدرسه تاني. ده خطر لينا. لو هو عايز يصلح المنظومه يصلحها من تحت لفوق. سته ابتدائي ما بتروحش المدرسه، ثالثه اعدادي ما عندهاش اعمال سنه، احنا ثالثه ثانوي وهو جاي يصلح علينا. احنا ليه؟ احنا ذنبنا ايه ان هو يعمل معانا احنا كده؟ ده ظلم لينا، واحنا جايين النهارده عشان نقول له احنا مش هينفع معانا الكلام ده، واحنا مش موافقين على الكلام ده، واحنا جايين النهارده عشان نقول له كده، وان شاء الله هنفضل مكملين لغايه ما القرار ينزل. دلوقتي احنا لينا مطالبنا ان قرار ال10 درجات ده يتلغي. القرار ده قرار خطا، قرار مش صح، يعني اتطبق في وقت ما ينفعش نطبق فيه. احنا جاي بيجبرونا ان احنا ننزل المدارس من الصبح، يعني انا طالب ثانويه عامه هصحى اكبر نصحى من 6 الصبح، اروح مدرستي اخش الفصل واحضر اللي اساسا ما بيشرحش في حاجه، منظومه فاشله ما حدش بيشرح فيها حاجه. هو كده بيجبرونا ان احنا نضيع وقت، يعني انا كده عندي فتره الصبح دي 6 7 ساعات ضايعين، انا ممكن استغلهم كطالب اصحى الصبح اقعد اذاكر، انا ممكن الم جزئيه كبيره جدا من المنهج فتره الصبح دي. لو انا كل يوم استمرت على المذاكره كده انا اقدر اعدي السنه وانجح اجيب مجموعه اخش كليه من كليات القمه، لكن بالطريقه دي ولا طالب هيخش كليه محترم ولا طالب هيخش كليه عدله. هم كده بيوقعونا، لا لو ما فيش رد كده كده الرد هيجي. هم احنا طالما احنا بنظام وطالما في ناس بتوصل صوتنا وطالما في صحابه بتتابعنا، احنا الناس تبعتنا من كل حته. من اول امبارح في جورنال بريطاني شفنا صورته على النت كان كاتب عن اللي بيحصل في مصر والمظاهرات، يعني احنا صوتنا واصل. واكبر دليل ان احنا عددنا كبير، احنا عددنا مش قليل واحنا كتير في كل المحافظات مش في القاهره بس. الحوار ده بدا من اسكندريه من مدرسه الشهداء وهيكمل لحد ما الناس كلها تعرف ان احنا صح. احنا ضد ال10 درجات، ان احنا اول حاجه احنا بنروح المدارس ما عندناش اعتراض، بس المشكله ما فيش مدرسين بيشرحوا وقتنا بيضيع، واحنا ثالثه ثانوي يعني غلط قوي ان احنا نروح مدارس ونضيع وقتنا وبعد كده نطلع على الدروس وبيشرحوا ماشي، بس المشكله ان انت بتروح نايم اصلا. ثاني حاجه انا مستغربه ان هو حاطط لنا منهج جديد وفي نفس الوقت اجبرنا ان احنا نروح المدرسه، في مدرسين كتير جدا بيشرحوا منهج قديم، ده اللي بيشرحوا كمان بيشرحوا منهج قديم، يعني على الاقل خلي الخطوه دي بعدين مش دلوقتي واحنا منهجنا جديد. نازلين النهارده بس عشان خاطر نطالب بحقوقنا بس، مش اكتر. احنا زي ما الناس كلها اللي عايز يبقى طيار واللي عايز يبقى في اي حاجه، احنا نفسنا برضه يبقى حاجه كويسه. احنا نازلين النهارده عشان نغير القانون بس، المدرسين ما بيرضوش يشرحوا لنا ولا في اي حاجه مبدئيه، كل المطالب اللي الوزير بيقول بيها ما حققش. دلوقتي احنا عاملين تجمع ووقفه احتجاجيه بسبب قرار الوزير اللي هو بيطبق 10 درجات حضور واسلوب على ثالثه ثانوي، اللي المدرسين بتوعنا في المدرسه ما بيدرسوش، بيخشوا بيضيعوا الحصص واتخاذ الغياب، وبعد كده كل واحد يبص لنا بقرف وما بيشرحش حاجه. دلوقتي احنا نزلنا قدام الوزاره، احنا بقالنا اسبوع بننزل قدام مدارسنا وصوتنا اتسمع، وبدليل ان احنا كل يوم بيجي لنا ناس كتيره من الاداره بتاعتنا عشان تحل مشاكلنا، واحنا مش هنمشي من هنا غير لما القرار ده يتلغي. ثالثه ثانوي معروف عنها ان هي ما بتجيش مدارس، ازاي انت عايز تخلي الطلبه تيجي غصب عنها وتقول اللي مش هيجي هيتخصم عليك 10 درجات وهيدفع 1000 جنيه غرامه واعاده قيد، بعد ما كانت اعاده القيد ب 10 جنيه و20 جنيه بقت ب 1000 جنيه، ده يرضي مين؟ انت كده بتزيد الضغط على الناس الفقراء، الناس الفقراء هتجيب منين؟ إيه؟